او البول كلها دايجيت ما بيكون في دبل بابل صح. واضحه؟ هلا الفيجوريتي اذا في تفضل بس انواع هيك تفضل. اول نوع لو تايب 1 شو هو؟ يعني شو اكيد يعني مسكر اوكي. هذا الجسم بيكون كله والبروكسيم عبى فلويد بيكون دايجيت. اذا بس في كومبليت خلينا نحكي ايش كات هون ما في اي زد نورمال البول ما فيها مش شورتنج هاي الصوره واضحه شايفين كيف هذا البروكسيمال هاي الدستر هون الفيزيو اوكي. هاي شو بسموها تايب 1. تايب 2 الاتريزيا مفصوله بين عن بعض بايش بفايبرس باند يعني مش لزقت بعض لا مفصوله فايبرس باند شايفين كيف هاي البول هون هاي الدستر البول هاي البوكس البول هنا مفصول بين بعض من بعض فايبرس باك اوكي. تايب 3 تايب 3 بتصير بالاي ام بي اي بي اي اللي هو في شيء اسمه بي يعني بعاد عن بعض. تايب 1 مش بعاد لزقه تايب 2 بعاد موصولات بالفايبرس باك. تايب 3 اي بعاد عن بعض بس مش موصولات بايش؟ باي شيء بدون بي شيب بزنتريك ديفكت بنحط البي بزنتريك ديفكت. تايب 3 تايب 3 بي بسموها كريسماس بالله نكس كمان هاي بسموها ابل بيل او كريسماس تري ديزيز. تايب 3 بي لانه هم هذول البول كلها لافتين حوالين بيزل سنجل بيدنج بيزل شفت هذا المنظر بسموه هذا الفيري باد بروسس. تايب 3 ايش بي. تايب 4 اللي هي ايش مالتيبل اتريزيا اكثر من واحده. تايب 4 مالتيبل لان تايب 1 بس كانت باص. تايب 2 فقط فايروس. تايب 3 ايه على الفارم في شيء بس في شيء واضح في بي شيء في بي كريسماس تري ديزيز. تايب 4 اللي هي اكثر نكست علاج الاتريزيا. بدي اخص الموضوع شو علاج الاتريزيا؟ انسكشن ريسبونس نص وسط ده شغله نص الاتريزيا وسط بينها جزء ممنوع الانسكشن ريسبونس حكينا كيف؟ هاي اسمع مره بتذكر هيك لها سؤال لما كان في تراك اوسكي زمان كنا نجيب سؤال اسمه هذا السؤال اوسكي رابعه از سبونس اوف نيوبون سفر الفرميلا زون اور بستاع you to find it next what they want to they want to watch it لا لا بدي اصور اذا اي نوع هذا تايب 1 تايب 1 يا سلام عليك تايب 1 شو السفاينج اللي شايفينها؟ يمكن مش واضحه عندك ولا تكون البروكسل كيف؟ دايبيتك والديستل كولابس هاي ما في ونزل في نوم وما شاء الله نكست خلاص هسه المابتيشن النافيجيشن وهذا اخطر شيء بالرقم وهذا هي توب امرجنسي كل يعني الاتريزيا عادي يعني الولد اليوم بكره ثاني بعد بكره مش مشكله الاتريزيا اخرى الاتريزيا بكره ثاني مش مشكله الا هاي والاول اذا ما حليت مشكله البول سبلاي اس هلا الطبيعي الطبيعي البني ادم الطبيعي احنا كلنا لما نولد الاسبوع رقم 5 من الجستيشن الايج بعد 5 اسابيع البول كله ما في كارثة تطلع برا لانه البول تقدر تطلع بشكل مش طبيعي من المدرك فبصير شيء اسمه ايش؟ كولابس ولا كل بول ايش تطلع وين؟ برا لابدون الكبد اوكي وبتطلع لبرا لما تصل تطلع برا شو تصير فيها؟ روتيشن تقريبا 90 درجة وهذا روتيشن كاونتر كويس عكس عطار الساعة هذا الطبيعي بعديها على الاسبوع رقم 10 البول ايش؟ ترجع بتكبر وهي راجعه كمان انذر ايش؟ تيرن انذر روتيشن 90 درجه صفوا قد ايش؟ 8 ووصلت الابدومين كمان بتلف لها كمان 90 درجه فصفت قد ايش على اللفات؟ ايش؟ 270 درجه 270 درجه عدد اللفات كاونتر ايه كلوك وايز عكس عقارب ساعه واضح له واضح كنت شحن تليفونك طيب ماشي ممنوع هاي في شحن تليفون هاي املاك عامه هل هي كاونتر ايش؟ كلوك وايز هذا طبيعي صح؟ طيب شو المحصل الان؟ بعدين السيكم نزل لتحت رايت اور كوادرنت ايش كمان؟
والبيت ده كله فوق هيك خلصنا. المرضى اللي بصير عندهم بار روتيشن يعني صار في خلل في الروتيشن، يا بلفت بول بمرة او لفت 90 درجة او لفت 180 درجة او لفت بالعكس صار خلل، سمينا هذا الخلل ايش؟ بار روتيشن. شو بصير في عندي؟ السيكا ما بتنزل تحت، السيكا بغل فوق هون بدنا فوق واقفة. هل هي النقطة بس قوية؟ في شيء اسمه روت اوف ميزنتي، يعني الميزنتي البول مكفر في شيء اسمه روت اوف ميزنتي. هذا روت اوف ميزنتي بين ديجنال جنكشن يعني بين الدم والجرم وبين ايش؟ اليوسيكال بار، يعني من هون طبيعي طبيعي من هون لهون. هذا روت اوف ميزنتي مكفر في كل البول. اذا هذا روت اوف ميزنتي طويل هيك البول ما راح يطلع بعض. بس إذا السيكم فوق وقدروا في جنبه تدنوا المسافة بين الدي جي جنكشن وليو سيكم بار في جنبه وبالتالي الروت ما زلت ليش؟ باي نو اوكي؟ وبالتالي البول مستحيل تقطع وإذا لفت البول على بعض بصير عندي ايش اسمه؟ بول براس. واضحة؟ إذا كل واحد عنده بول براس أكيد عنده بار روتيشن بس مش بالضرورة كل واحد عنده بار روتيشن صار عنده ايش؟ بول براس. أنا صورتكم كلكم هسا أنتم ممكن واحد منكم او اثنين عنده ما روتيشن بس ما عنده مشاكل بس 100% الواحد صار عنده بول براس مد قد بول براس هو بحكي على الاطفال اكيد عنده ايش؟ ما روتيشن. واضح لهم؟ واضح. نكست والله شو الاشياء اللي عندنا؟ طيب هلا شو البرزنتيشن تبع المريض؟ بيجيكم بيليس فومتينج حكينا قبل شوي اي بيليس فومتينج اي هاف تو اكسكلود هاي اوكي؟ تمام. هلا بيليس فوميتينج الطفل لما يجي عنده بيليس فوميتينج تفحص بطنه اوكي ممكن يكون فحصك لبطنه ايش نورمال كيف نورمال ممكن يكون البول مسكينه يكون في ايش ساينس مسكينيا البول دايلاتيشن يكون في عندي ديما قد يكون ايش نورمال بالتالي ما راح تبدا الفحص ايش على الاكزامينيشن بتروح تصور قدام الاكس راي كالعادي الاكس راي بتكون نورمال ممكن تكون بول دايلاتيشن البول مسكينه وبالتالي ما بحث عن اكس راي. اذا شو هو التست؟ الجولد ستاندرد تست تو دايجنوز ما روتيشن والبول براس شو هو؟ ايه؟ يا باريوم او كونتراست، انا قلت لي باريوم صح؟ ميل، باريوم ميل. السولو الكونتراست سولو او السولو اللي هي بس اسفيكاس، الميل اللي اسمها الاستومك. فول ثرو كل البول، اما من تحت. هلا عشان تحضر الاشياء يعني. اذا شو الدياجنوستيك تيست كونتراست ميل او باريوم باريوم احد انواع الكونتراست يعني هسه باريوم في جاس بروتين في باريوم في ووتر سولف انواع شو الدياجنوستيك اذا جي ديدنو تيجي جنكشن طبيعي شو يكون دي جي جنكشن طبيعي وين مش بدنا ما تجي ما يعني ولا شباب طب شباب بل هاي شيء اذا زي هيك شيء مش يكون معك اذا جيت الدودن وجد الجن على اليمين خلاص هذا عنده مارتيشن في صوره والله هاي الصوره واضحه يعني اشتباهها المفروض الدودن المفروض الدودن هون ليش بيطلع جدنا هاي الشكل هاي مش هون اذا لقينا الدودن وجد الجن على اليمين خلاص هاي تكنسل هاي مارتيشن تفكر؟ هلا في التصاوير وفي اشياء ثانيه مش انتوا هسه مش مهم وانا شافوا ايش؟ انه شو الدياجنوستيك اسمه ايش؟ الكونتراست او الفاليوز واضح لهم واضح تمام شو علاجه؟ شو مانجمنت؟ انجي شو باي فود هاي الاشياء كلها بس كان دقيقه هو هذول الولد لازم اعمل عمليه مباشره طيب الصوره اللي طويله لازم تعمل مباشره من غرفه الطوارئ بيطلع مباشره عمليه لا صور بول في ولا خلص اخش خلص خلص
هاي الاختيار. هلا الضوء الان فتح عليها نفتح بطل لمرفوي، احنا بنرفع بطل نفتح ترانسفيرز بطل لمرفوي كلهم بيطلعوا. هلا بفتح البول شو بسوي؟ بسوي شو اسمه لادز بروسيجر. شو هي؟ تحفظ زي اسامي لادز بروسيجر اللي هي كالتالي. البول مش لافي لما تشوف البول قاعد مع قارب الساعه بعملها دي تورشن برجع البول اوكي؟ وبعدين بطلع البول، البول هيلثي يعني كويسي ما فيها مشاكل. بكمل اللادز بروسيجر شو هي؟ بقص اللادز باند. شو اللادز باند؟ هي باند تيجي بين السيكم والابدومينال وول. هذه الباند لازم اقصها كلياتها اوكي؟ اذا ديتورشن للبول بعمل كاتنج لكل اللادز باند، بحط كل اللادز سمول بول على الليفت على الرايت سايد وكل اللارج بول على الليفت سايد، بعمل ابندسكتومي. اذا شو هي البروسيجر؟ مكون اربع شغلات. اول وحده ايش؟ ديتورشن للبول يعني برجع البول ايش؟ لحالته الطبيعيه، الليفت هيلات مثلا ثلاث مرات برجعها اوكي لما ترجع الوضع الطبيعي. اثنين كاتنج للادز باند، بقص كل اللادز باند. ثلاثة بليسمنت، بحط كل السمول بول على اليمين وكل اللارج بول على الشمال وبسوي ايش؟ ابندسكتومي بشيل الابندس. هاي مكونات ايش؟ اللادز بروسيجر. اتفقنا؟ هسه اذا فتحت لقيت البول كلها في هذا المنظر على شمالك يعني كلها نيكروتيك، هذا خلاص بدك تشيل كل البول يعني والبروجنوز فيري باد، لانه هذا المريض بدك تعمل له فيدينج عن طريق اسمه تي بي ان. ركب له هون سمح الله تعمل فيدينج والبروجنوز فيري باد. بعضهم بلاد برا بيسووا له بول ترانسبلانتيشن، هون ما فيش الناس ما بس يسووا بول ترانسبلانتيشن. هذا اذا فتحت لقيت البول كوستشنبل يعني مش عارف هي هيلثي ولا مش هيلثي، بسكر او ما بسكر الابد، بخلي الابد مفتوح، بحط عليه كيس وارجع ثاني يوم بشوف بسموها سكند دوز. اذا البول هيلثي ثاني يوم خلص بول بكمل لادز باند. اذا البول نيكروتيك بشيل. اذا اما ان يكون عندي بول هيلثي او بول كون نيكروتيك او البول بينهما اوكي. عرفنا شو هي اللادز بروسيجر؟ مهم كثير اللادز بروسيجر. نكست. لا شو بقول